أنا اسمتي رباب، مغربية عايشة في لبنان، عايش ساكنة في جنوب لبنان. نزحت مع بداية الحرب على الضاحية، ودابا نزحنا على بيروت، والقصف مبارح مقابلنا بيروت، والوضع تعيس جدا جدا جدا. وعم نهدر دايما مع السفارة باش يسفرونا، وما عم نلاقي والو أبدا أبدا. في مراكز إيواء لكن مش خارج نسكن فيها، لا مي لا كهرباء. بلشوا بالأوبئة، بلشنا بالوباء. نحن بس عم نطالب إنه نقدر نسافر نحن والدراري على المغرب، لأنه الوضع هون صار تعيس جدا جدا، وما فينا نعيش أبدا بهذا الوضع. البارح قصفت بوجنا، يمكن بكرة تقصف علينا. نحن مش بأمان أبدا، حتى بيروت اللي كنا نقول إنه هي منطقة أمان أبدا مش أمان. والدي